القلب يحدثني بأنك متلفي هي قصيدة لأحد أشهر شعراء التصوف، فمن هو؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، قصيدة في العشق الإلهي والسمو والارتقاء بالنفس البشرية، اتولد وعاش في مصر في القرن الاثناشر الميلادي. عندك الإجابة يا ربيع؟ طبعاً عند ميدو. القصيدة دي اتغنت كتير جداً. أنا حطيتها رينج تون على الفون بتاعي. هي دي؟ أيوة. وربنا؟ التبريزي؟ غلط. شمس الدين التبريزي اتولد في مصر؟ إجابة خاطئة. عمر بن الفارد مات في المقطم، المسجد في المقطم. محمد سلطان العاشقين. إجابة صحيحة، برافو عليك. عمر بن الفارد، 20 نقطة لجامعة القاهرة.